قصتي بدأت عندما تعرضت لمشكلة صحية ولم يتم العثور على سبب لها، وهو ما جعلني أشعر بالتعب وأتساءل لماذا أشعر بهذا الألم، ولماذا لم يتمكن أي طبيب من تشخيص حالتي. ولم أشعر بالرضا عن نفسي أو عن حياتي حتى نصحني أحد أصدقائي الذي لازلت ممتنا له بزيارة طبيب نفسي، واتضح أني أعاني من اكتئاب واضطراب القلق المعمم، وبدأت بالعلاج النفسي والأدوية النفسية. لن أنكر خوفي بالبداية من نظرة المجتمع وخوفي من إدمان الأدوية النفسية، ولكن شعوري بالتحسن يوما بعد يوم جعلني أدرك أنني على الطريق الصحيح. بدأت أنظر للمرض بأنه مرض مزمن كالإصابة بالسكر فرضا، وآمنت بأن ليس كل شيء يجب أن يكون مثاليا، وليس كل يوم علي أن أكون سعيدا. وها أنا اليوم حصلت على ترقية في عملي، وتزوجت امرأة رائعة، وأسست عائلة عظيمة مع طفلي وطفلتي، وأنا فخور بنفسي اليوم للغاية وممتن لاستمراري في العلاج النفسي.